40 عاماً على وفاة كوكب الشرق، ولا يزال صوتها يشدو في كل صوب. أيقونة الغناء فاطمة إبراهيم البلتاجي التي ولدت عام 1898 بقرية طماي الزهيرة في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اكتشفها زكريا أحمد وآمن بموهبتها العديد من الموسيقيين والشعراء وتسابقوا ليؤلفوا لها. التقرير التالي يرصد لنا حياة كوكب الشرق. رجعوني عليك لأيام اللي تغني فيصفق الجميع، تجدو وتجود فينبهر الجميع. يقدر الإله لها الممات، لكن يرفض الجميع أن يكتبوا شهادة وفاتها. أنا إن قدر الإله مماتي. 40 عاماً على الوفاة، وإن مرت مثلها فلن يتغير من الأمر شيء، فهي بيننا وإن غاب جسدها روحاً وغنوة وحياة لعشاقها. الست كوكب الشرق، نبض العرب، أم كلثوم، فاطمة، سيدة الغناء العربي. أيا كان الاسم الأقرب لقلبك، فهي الأيقونة الخالدة، صاحبة الأغاني الألف. لطالما اقترن اسمها باسم مصر، فلا تتعجب إن عرف أحد مصر بالهرم والنيل والحضارة الفرعونية والإسلامية وبأم كلثوم. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. فاطمة ابنة إبراهيم البلتاجي التي ولدت في 31 من ديسمبر عام 1898 بقرية طماي الزهيرة في السنبلاوين بالدقهلية، تعلمت في الكتاب وحفظت العديد من الأناشيد والقصائد على يد والدها. ضمها لفرقته الإنشادية، جابت معه الكرة لتسع سنوات حتى وقعت عليها عين زكريا أحمد عام 1920. استمع إلى صوتها، ومن هنا كانت البداية لتبدأ رحلتها الطويلة فنا وتمثيلا وعالمية وغناء. والسياسة أيضا ليست بعيدة، لتسارع بعد النكسة لإقامة الحفلات وتتبرع بكل دخلها إلى القوات المسلحة. جولة في رحاب الست، مقتنيات لها يضمها متحفها الذي لطالما جاء إليه الزوار، وكأن تلك الأشياء التي تخصها تقربهم إلى روحها أكثر. كوكب الشرق ليست مطربة أو ممثلة، بل حالة فريدة، حالة عشق لا تنتهي، تراثا وطربا. تسابق الجميع لحضور حفلتها، جلسات الشرفة والانسجام مع أغانيها في الراديو. أجيال إلى الآن مهما صغر سنهم إلا أن أغانيها على ألسنتهم وأنغام هواتفهم المحمولة. نعم أنا مشتاق وعين تغني ثوما تلك الكلمات، وليست بعيدة عن حال عشاقها الآن. فنحن مشتاقون، مشتاقون لتلك الوقفة الثابتة التي اشتهرت بها على المسرح أمام الملايين، لمنديل تمسكه ليزيد من تألقها ورونقها، لكلمات وأغان ظلت حاضرة ليومنا كاللحن الخالد. أنساك ده كلام، أنساك يا سلام. أم كلثوم، أنساك ده كلام. آية عبد العزيز، النهار اليوم. يا سلام أخدني مش ممكن.